الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أبرامشي أن وعد ديني جاها وحين كهد ليني أما إن كسوا قادر إني أمن جئي النبت جليدة نعمة وين إلهي مركز أدوم ذي سوسيوق نعميه قيمها إلا ذا هي سيدي الله إلى شان لها. وحي إمام الترمذي ورينا يا سني سوكو ورينا يا سلمة بن عبيد الله بن محسن الله إلى هذا الخطم وحكو ورينا يا إن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسدي عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. وحن النبي صلى الله عليه وسلم يقفك وابريسته أيديك أيديك همدا آمنا في سربه أما في سربه أما في سربه يسقو آمنوا ركتيسة أهل كيسة إيه مركادت كيسة يسقو آمنوا أوحو قعب سنة يأني تشرين قف جواب ريسة معافى في جسده شركي السر وعافى ما ذقبه أوحنو رهيو وح إلا ضه هيس أني تشرين عنده قوت يومه ما رنت أوحي وقودا لها نهيسة فكأنما حيزت له الدنيا وحيكدي جن يهي قف الدنيا ذي لاصق هواي وحال ليالي وحكم غاني أنا يشرين يعني هذا الكاك هو من أيوم مركع نلاش أردن يوحي أيوبه نيد نبي صلى الله عليه وسلم إنه جس أوريه وإنه جس هواي شاعر عبيد با يسقون معناها سكر يسقى عبريا وحول إذا اجتمع الإسلام والقوت للفتاة مركع كلمان أي سوى فقان قف إسلام نمو إنه نقض قف مسلم هو إلهي وهو جانسن قوت كيسين مركز أهلو واضح صحيحا جسمه هو في أمن ونقضنا مدعى في ماذو قبل شركيس أمن إيان نبد جلينا خصوغا فقد ملك الدنيا جميعا وحازها الدنيا دي لما هو وذا ملكي واقوي حق عليه شكره وحنا كركيسا هذا إنه مهدنقو لله ذي المن إلها قلده صاحب كاهي نعموين كا سيي إمركا إسلام نمداس يقود كاس ينبت قليا داس يعافمات كاس سيي إنو أم حد نقو وهبين يمارين بألو أم حد نقو قرول بإله أم غد نقو قولهان يفعلهان بأو أم حد نقو هيا واجبكو سارا هدو النبي صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم آمين قف جواب ريسته هل كأوحينا تسينا يا إن أرهمها إلهي أي أودي سيما ملكي سأي كتران قف جمو من كاهي يسيقوين ورور إيا تيران يا مستقبل كاقبو محبورا أرهمها قدم إلهي بك عندي كتران إلهي واكا مامورا يا إلهي كاقدار تشانقوين يوي يسيقا وحونا يسنين إلهي ملونا يسن كامرا يسوه خير مركا وتفاوشو مركا مرها دو وابريستو أو مركا أرهمها عن شيني كو وابريستو وحكم مرقاني متشرو رزقي برهي مستقبل كبرهن إلهي أياحي مركا أمينا في سربه أما في سربه وحلو قدش إذا أهل كيس يعيا الكيس ما وحل إذا قوري قيس إيو هوي قيس وحل إذا ما يوددهيس قفك آمنوا النقضة إيان مركا ينعيد ديشو أما عيد وحي الله يسوع، أما ربتي سال لجحده، أما عرض جيس يشرب ديس يدق ديس ما الله جقدعه كآمن نقضة معافى في جسده، ولي بتشركي سنة وعافى ما تغبى وحي الله يوح صغم يحنونا مدنا بأنقبين ويا أيضا لبدي هذا إن قفجو وعافى ما تغبى وتشد مرك عافى ما تغبى وحيسا وحوي ونعمويك ووين بك متهاي عقلك سليمك هاي وحلا إلى وحو كتلا تشرك عافمات قبا هدي أنا دعا عافمات قبين وحوي هر مركا فكر ميسد ومركا سيفي عن فكر ميسد كل يوحد كفكر يساون وحاكو هاي سيئ 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 دوين لهي ديو سيئ سيئ سار لهي تاد رادد با إمام أحمد وحكو ورين يا مسد كيس أنس بن مالك نبي قال صلى الله عليه وسلم وحرجت اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام إلهي وحن كامن قال يا حنون كبرص لا إله يقفك شرك وضع عديه
waxan ka meengelaya junuunka iyo waalida waxan ka meengelaya xanuunada kuwooda xunxun ayaa ilaahay uu ka meengelaya waxa uu ahaa nabiga sallallahu alayhi wasallam rabbigii mid weydiisa gelin hore iyo gelin dambe caafiyo iyo badbaado iyo nabadgelyo iyo dhibaato la'aan inuu ilaahay u siiyo diintiisa iyo adduunyadiisa iyo nafdiisa iyo ehelkiisa iyo maalkiisa asxaabtiisana arrintaas ayuu fari jiray inay ayaguna ku ducaystaan waxaa abu daawuud uu warinayaa cabdullaahi ibnu cumar uu ka warinayaa nebigu sallallahu calayhi wasallam kama tegi jirin marka uu galabaysa iyo marka uu waabariisaba inuu yidhahdo allahuma inii as'aluka alcaafiyata fi dunya waalaakhira ilaahu caafiyo balaayooyinka markaas inaad iga badbaadiso xanuunada iyo dhibaatooyinka inaad iga badbaadiso ayaan ku weydiisanayaa adduun iyo aakhiraba allahuma inii as'aluka alcafwa waalcaafiya cafwi iyo dembidhaaf baan ilaahay ku weydiisanayaa caafiye iyo balaayooyinkood markaayo dhinac marisaabaan ku weydiisanayaa diintayda iyo adduunyadayda iyo ahalka iyo maalkaygaba ilaahay ow taas ayaan ku weydiinaya waxaa kaloo imaamu tirmidi isagana warinaya mucaad ibnu rifaaca uu aabihii ka warinaya inuu leeyahay abuubakaru sidiiq radi allaahu canhu ayaa kacay minbarka ayuu fuulay oo dabeetana waa ooyey oo waa ilmeeyey waxaanu yidhi rasuulullaahi moxamed ayaa sannadkii hore minbarka sidaa u fuulay minbarku waa halkaa laga khudbeeyo masaajidka xagga sare imaamku uu fuulo kadibna nebigu sallallahu calayhi wasallam waa ooyey wuxuu yihi sal-ullaaha alcafwa waalcaafiya ilaahay waxa weydiisataan cafwi oo markaa in laydinka tiriyo dembiyaalka iyo siyaadka iyo xumaanta iyo caafiyo oo markaa jidhkiinna iyo xubnihiinna ilaahay inuu idiin badbaadiyo ilaahay weydiisa fa ina axadakum lam yucta bacdu bacda alyaqiini khayra min alcaafiya maxaa yeelay qof lama siinin oo la siin maayo yaqiinta kadib wax ka khayr badan caafiyo oo la siinayaa ma jiro waxaana nebigu sallallahu calayhi wasallam inoo sheegay in badan oo dadka ka mid ahi inay markaa nimcadaas ay ku kadsoomayaan oo aanay ka faa'iidaysanaynin xadiidka imaamu albukhaari fii saxiixi uu ku warinayo waxaa rasuulullaahi moxamed sallallahu calayhi wasallam yidhi nicmataani maqbuulun fiihima kahiiru min annaas asixatu waalfaraaq laba nimco yacnii dadka in badan oo ka mid a waa lagu degay oo waa ku degsoomayaan oo waxa weeye ka faa'iidaysan maayaan inta ay haystaan asixatu waalfaraaq waxa weeye sixada iyo caafimaadka iyo inuu qofku faaruq yahay oo wax mashquulinaya aanay jirin marka qofku intuu caafimaad qaba inuu ka faa'iidaystaa wanaagsan intuu markaa faraaqa leeyahay ee wax mashquuliya aanay jirinna inuu ka faa'iidaysta ayaa wanaagsan sidaa daraaddeed ayaa nebigeennu sallallahu calayhi wasallam ummaddiisa waxa uu markaa ku boorinayaa inay sixada ka faa'iidaystaan xanuunka ka hor xadiidka imaamulxaakim uu warinaya ibnu cabaas uu ka warinayo nebigu sallallahu calayhi wasallam wuxuu yidhi iqtinimi khamsan qabla khamsin shan arrimood ka qanimayso shan ka hor waxaana ka mid ahaa wasixatika qabla saqamik yacnii ka faa'iidayso caafimaadkaaga intaanad xanuunsanin ibnu cumar radiallaahu canhum waxa uu ahaa mid yidhaahdaa idaa asbaxta falaa tantadir ilmasaa haddaad waabaraysata galabta inaad gaadhaysa ha sugin waidaa amsayta falaa tantadir ilmasaa sabax haddii aad galabaysatana subaxa ha sugin wakhud min sixatika limaradik intaad caafimaad qabto uga sahay qaado xanuunkaaga wa min xayaatika limowtik intaad mooshahay ka sahay qaado dhimashadii geridaada u sahay qaado haddii aad rundii cusbitaalada aad tagto iyo dhakhtarada haddii aad booqato booqashada markaa dee dadka muslimiintaana waa wanaagsan tahay oo waa sunnee waxa weeye dee waxaad arkaysaa dad fara badan oo dhibaataysan oo xanuuno fara badan oo dhakhaatiirtu markaa inay wax ka qabtaan ay kari waayeen dad markaa u jiifa oo u dhulka dhigtay ayaad arkaysaa markaasaad ku mahadnaqaysaa oo ilaahay sabaaxan qomasa'an aad nicmada caafiyada iyo caafimaadka ilaahay ku siiyey ayaad ugu mahadnaqaysaa markaa booqashada dadka xanuunsanayaana waa mid wanaagsan waayo waad u soo ducaynaysaa xaquu kugu leeyahay weeye waanaad ku cibro qaadanaysaayo caafimaadka ilaahay ku siiyey ayaad markaas ilaahay ugu mahadnaqaysaa kadibna markaas waxa weeye waad ka faa'iidaysanaysaa waxaana la yidhaahdaa waxa weeye caafimaadku waa taajun calaa ru'uusi lasixaa waa dadka caafimaadka qaba waxa weeye taaj markaa madaxa u saaranoo waxa arka un dadka mardaha xanuunsanaya ayuunbaa arkaa ilaahay waxaynu weydiisanaynaa
إنه نبت جليداس يعافمات كاس إلهي ونات كيو إلهي نجرانسيو هو كفايد السنة إلهي ونجيرو درس كأنه أما وعدي إنه هالكائن وجوجو وبالله توفيق وبالله